الرابع والعشرون من ديسمبر. معاهدة جينت التي تم التوقيع عليها في مدينة جينت البلجيكية في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام 1814، أنهت الحرب بين الولايات المتحدة الفتية وبريطانيا العظمى، واتفق الجانبان بموجبها على حل النزاعات بينهما سلمياً. مكتبة الكونغرس التي أسست في العام 1800 واعتبرت المكتبة الأكبر والأكثر تكلفة وأماناً في العالم، وتضم 29 مليون كتاب، احترقت في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام 1851. في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام 1941، وفي العام الثالث من الحرب العالمية الثانية، احتلت القوات البريطانية مدينة بنغازي الليبية. طاقم أبولو 8 دخل إلى مدار حول القمر في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام 1968، مسجلاً أول محاولة من نوعها في تاريخ الإنسان، حيث دار الطاقم 10 مدارات حول القمر، وقام التلفزيون ببثه بصور مباشرة، وكان من أشهر برامج عشية عيد الميلاد وأكثرها مشاهدة. وفي اليوم ذاته من العام 1979، دخلت قوات ومعدات سوفيتية محمولة جواً إلى أفغانستان لدعم الحكومة فيها، مما أدى إلى حرب دامت 10 سنوات.